بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات الجميله جدا على اليوتيوب ان احنا بنقدر نقابل حبايبنا واصحابنا مرضانا، الناس اللي بيجي يشوفوا عندي. فانا حبيت استغل الموضوع ده والتكنولوجيا الجديده ده، يعني وابتدي اتكلم على شويه حاجات قابلتني على مدار 40 سنه خبره في مجال علاج الحول والجفون وامراض الاطفال والحاجات الخاصه باي شيء يخص العين، بس بره العين مش جوه العين. فالفتره الجايه ده هي هنقدم مجموعه من النصايح البسيطه او مجموعه من الملاحظات اللي قابلتني على مدار ال 40 سنه خبره اللي انا قضيتهم في طب عيون الاطفال وفي تجميل الجفون. ان شاء الله تكون دي حاجات مفيده وتستفيدوا منها. يا ريت يكون لكم تعليقات وكومنتات، اكيد هنستجيب لها. ولو في اي حاجه تانية مش معروفه او حابين تشوفوها ونقدمها هنقدمها ونشوفها سوا، وان شاء الله نطور الحاجات دي تدريجيا ونضيف لها حاجات وحاجات احسن وانيميشنز وشويه حاجات كده توضحها وتخلي شكلها حلو ومقبول. وكل ما بنزود المعلومات الطبيه عند الناس كل ما احنا بنستفيد وانتم بتستفيدوا، وتبقى الحاله الصحيه للمجتمع لاولادنا ولعيوننا احسن واحسن. متشكر على وجودكم معانا على اليوتيوب شانل بتاعتنا، وان شاء الله نستمتع كلنا باوقات حلوه مع بعض ان شاء الله. شكرا جزيلا.